خلي خويا خلي السلام عليكم. اليوم نعرفوكم بالعجلة اللي راهي في البارك تاع السطيف واللي تم تركيبها هذه مدة 4 أشهر وتعد أكبر عجلة في الجزائر، واحدة من أكبر العجلات في يعني في شمال إفريقيا، والقطر ديالها هو 54 متر. هي يعني كبيرة على العجلة نتاع الجزائر نتاع الصابلات. إذن هذه هي أكبر ب 54 متر علو أو 54 متر القطر نتاع العجلة هذه، مقارنة بالعجلة نتاع الصابلات في الجزائر العاصمة اللي فيها 40 متر. إذن هذه تم تركيبها هذه السنة، هذه عندها 4 أشهر من اللي تم تركيبها في البارك نتاع السطيف، البارك نتاع الالعاب نتاع السطيف. اذا هنيئا لولايه السطيف ولسكان السطيف وللولايات المجاوره وللشعب الجزائري قاطبه بهذه العجله الرائعه اللي كما انا قلت هي اكبر عجله في الجزائر، والقطر ديالها هو 54 متر. اذا نخليكم تتابعوا هذا الفيديو حول حظيرة الألعاب نتاع السطيف بالقرب من البارك مول نتاع السطيف، واللي كما قلت تم تغيير
كل الألعاب في الحقيقة اللي كانت قديمة الآن تم تغيير الألعاب أكثر جرأة وأكثر أمانا كذلك. في ألعاب كثيرة تم تجديدها في البارك هذا، وكذلك فيه تم أشغال، يعني نظرت البارك هذا عنده حوالي 5 سنوات، فيه أشغال تهيئة تمت في البارك هذا كما نعرف باستعمال الإسمنت المطبوع، وكذلك تهيئة تاع الحديقة بصفة عامة. إذن هذا هو البارك السنة تجول فيه، و بدون إطالة نخليكم تتابعوا الفيديو. إذن السلام عليكم.